السلام عليكم ورحمة الله. نواصل إن شاء الله في محاضرة رسم الأشكال الثنائية. تلمع هذا الشكل الذي هو أمامنا هو الذي قمنا برسمه في الجزئية السابقة. الآن سوف نستخدم ما تعلمناه في من عمليات التعبئة لإضافة بعض اللمسات على الصورة النهائية للشكل. تعلمنا أنه يمكن استخدام الدالة set fill style مع الدالة float fill لتعبئة شكل مغلق بشروط محددة. أولا لابد أن يكون هذا الشكل مغلق، ثم ثانيا لابد أن نحدد نقطة داخل هذا الشكل، داخل هذا الشكل، وثم أن يكون البوردر ذو لون واحد، يعني الإطار الذي يحيط بالشكل يكون لديه لون واحد. كذلك تعلمنا أن هناك بعض الأشكال يمكن تعبئتها مباشرة باستخدام دوال خاصة وجاهزة. الآن سوف نقوم بتعبئة هذا الشكل أو تعبئة أجزاء من هذا الشكل لنقوم برؤية الصورة النهائية لهذا الشكل أو وضع عليه اللمسات النهائية. بسم الله نبدأ. إذا سوف نبدأ بالقبة. القبة نحن قمنا برسم القبة باستخدام الدالة arc، وهي تصنع منحنى. يمكننا فقط تغيير الدالة إلى الدالة باي، إلى الدالة باي سلايس هكذا من غير تغيير أي شيء، ثم نقوم بالتنفيذ لنرى النتائج. لاحظوا الآن قمنا بتعبئتها، وذلك لأن الدالة باي سلايس تقوم بتعبئة جزء معين من شكل الدائرة. وبما أننا أعطينا أبعاد لنصف دائرة، فإن الدالة باي سلايس تقوم بتعبئته مباشرة لنا بلون محدد. كذلك لإعطائها لون معين يمكن أن نستخدم الدالة سيت فيل ستايل، ثم نقوم بإعطائها واحد سوليد، ثم نختار مثلا لون لايت جراي، لايت جراي هكذا. الآن نقوم بالتنفيذ لنشاهد التغييرات الطارئة على الشكل. إذا قمنا بتغيير اللون المستخدم من أبيض إلى اللون الجراي الخفيف أو الرمادي الخفيف. إذا سنواصل، سنقوم بتعبئة الدوائر الأخرى الموجودة في القبة. هذه الدائرة، نقوم بتعبئتها. سوف نستخدم دالة سيت فيل ستايل، هذه الدالة، ونحدد لها بارامترين، الأول سوليد والآخر لايت. أيضا نستخدم نفس اللون لايت جرين، نفس اللون. ثم نقوم باستخدام الدالة فلوت فيل بعد رسم الشكل. فلوت 316 182، هذه النقطة التي تقع داخل، ولون الإطار حدود وهي اللون الأبيض. إذا قمنا بالتنفيذ الآن لمشاهدة النتائج، سنلاحظ أننا قمنا أيضا بتعبئة هذه الدائرة بنفس اللون. الآن نقوم بتعبئة هذه الدائرة الصغيرة بنفس الطريقة، set fill style، set fill style، ثم نحدد أيضا لون ونغير إلى اللون الدارك، دارك جري. تمام، حزمنا هذه الدالة، حددنا فيها صيغة أو نوع النمط التعبئة، ثم نستخدم التعبئة بالدالة float fill ونحدد 313 نقطة تقع داخل الشكل ولون حدود الشكل، ثم نقوم بالتنفيذ للمشاهدة. إذا نجحت معنا التعبئة. تحدثنا سلفا إنه لو النقطة لم تقع داخل الشكل، في ناس تقوم بتعبئة الخلفية كلها. لذا ننتبه أن نجد نقطة تقع داخل الشكل المراد تعبئته. الآن سوف نتجه إلى تعبئة الشكل المبنى، هذا الشكل. سنترك الهلال كما هو ونقوم بتعبئة، ونترك الأبواب أيضا جيتس الخاصة بالتصميم كما هي، ثم نذهب إلى هذا هو المبنى. لكن هناك ملاحظة، هنا قمنا بالتعديل في الكود، فقط نقلنا كود الأبواب، هذا الكود الذي أقصده
دخلته قبل كود المبنى حتى لا يؤثر في عملية التعبئة. أحيانا وجود شكل قبل الآخر عند تعبئته يغطي الشكل الآخر ويخفيه تماما في عملية التعبئة. إذا يمكن نقل هذا الشكل رسمه، يعني ترتيبه في الكود يكون قبل رسم الشكل الأساسي. إذا نتيجة للشكل الأساسي نقوم بإضافة الدالة set fill style دالة، ونحدد نغير من السوليد إلى شكل آخر ونعطيه اللون المراد التعبئة به. ثم ننزل أسفل الشكل المرسوم بالدالة فلود فيل لإضافة التعبئة 20.530.15 15. الآن قمنا بالتعبئة بنمط معين، دعونا نشاهد النتائج. إذا قمنا بالتعبئة ولكن استخدمنا هذه المرة نمط مختلف. لاحظوا أن التعبئة لم تشمل هذه شكل الأبواب وإنما شملت هذه. فإذا عكسنا والترتيب فقط قد تواجهك مشكلة في ترتيب الأشكال وتؤدي إلى عدم التعبئة بصورة صحيحة. لا يعني نقع في هذه المشكلة ونقوم بترتيب الأشكال بصورة سليمة. الآن نقوم بتعبئة على شكل الميزان. الآن هذا هو رسم الميزان. نبدأ بتعبئة الشكل الأساسي برضو set fill style والميزنة، نحدد نغير أيضا 10 15 الشكل التعبئة الذي نريده. ثم هذا هو المستطيل الأول، نقوم بعملية التعبئة ونستخدم الدالة جيت ماكس اكس هذه المرة ماكس اكس، ونطرح منها 50 لحصول على نقطة محددة داخل الشكل. ثم 500 نقطة الإحداث الاقتصادي. ثم 15 وهو اللون البوردر. نقوم برؤية التعبئة، هل تم بصورة سليمة؟ نعم، هذه هي التعبئة تمت بصورة سليمة. الآن نقوم بتعبئة هذا الشكل وهذا الشكل. إذن نستخدم الدالة أيضا set fill style ونختار أيضا شكل آخر 15 هو اللون المراد التعبئة به. ثم نتجه تحت الريكتانجل لتعبئته load fill ونستخدم أيضا دالة جيت ماكس إكس ناقص 150.5.15 وهو لون الحدود. الآن ننفذ لنلاحظ النتائج، تمت التعبئة بصورة سليمة. تمام، إذا تمت التعبئة بصورة جيدة. الآن نقوم بتعبئة هذا الكيرف أيضا، نحاول التعبئة هذا الكيرف هو الشكل الأرك رقم واحد برضه set في ستايل واحد، يعني سوليد واحد 15 وهو اللون المراد التعبئة به. ثم ننتقل إلى فلود فيل ونستخدم دلجيت ماكس إكس 90 درجة 90. هذه هي النقطة التي تقع داخل الشكل. ثم نحدد اللون الحدود وفاصل المنقوطة. الآن نقوم بالتنفيذ. إذا تم تعبئتها بصورة سليمة. إذا لاحظوا معي أننا قمنا بإضافة لمسة يعني جمالية على الشكل الذي قمنا بتصميمه. ويمكننا أيضا يعني الإبداع أكثر وأكثر وأكثر، وذلك باستخدام الدوال وما تعلمناه في المحاضرات السابقة.
ونطوع هذه الأدوات لما نريد أن نقوم برسمه. يمكن يعني نرسم أشكال هندسية، زخارف، كمية من الأشكال المتاحة التي يمكن أن نستخدم فيها هذه الإمكانيات المتاحة للرسم. كذلك يمكن التلوين بألوان مختلفة والاعتماد على أشكال وألوان أخرى. ذكرنا أنه في حالة التخطي النقطة يكون فيها خطأ، فلن يعني لن يتم التعبئة بصورة جيدة. فنلاحظ مثلا أنه إذا قمنا هنا اخترنا مثلا هذه الدالة، حددنا مثلا 10 الإحداث الصادي هذا، عفوا هنا 10 مثلا، وقمنا بالتنفيذ، لاحظوا يعني التعبئة تمت على الخلفية كلها، وذلك لأن النقطة تقع خارج الإطار وغالبا تقع في هذه الجزئية. إذا ننتبه لهذه المسألة ولترتيب الأشكال ولترتيب الأشكال. هذا هو الشيء الذي حصل عليه في نهاية هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.